السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين نتكلموا على هذه القائمة. بالك ماجر والله ماجر ما يديرهاش، بالك ماجر ما يديرهاش، بالك ماجر النهار اللي بغى يلعب كونتر البرتغال راح هكا وبغى يعيط للبولحي ويعيطهم في غولي كانوا ملاح شوية، بغى يعيط لهم ماجر وما يديرهاش هذه، ماجر وما والله ماجر ما يديرها كاع، خاطش عليه لعاب هذا المدرب عنده أرمادة من اللاعبين، ماجر وما يديرش هذه القائمة هذه. أنا قلت لكم باللي هذا صار ماجر بلا شعر، نهار اللي قلتها والله ما غلط فيها، الناس بالك كانوا يشوفوا فينا باللي احنا أعداء المنتخب الوطني، بصح الحمد لله يا ربي. واش كنا نقول لكم؟ واش نبهناكم؟ يعني ناس راهي حاطه المصلحه تاعها فوق المنتخب الوطني، اي غايظتني على بالك نهدر، خاطش راني نشوف ما كاش مستقبل المنتخب الوطني، ما غاديش نفرحوا بالمنتخب كيما هكا، ما نفرحوش والله، ما نفرحوا والله، ما نزهاو احنا شتايا على بالك. هذو الناس يتلذوا في ايذاء الجماهير الجزائريه، الجماهير العاشقه الحقيقيه للمنتخب الوطني الجزائري، الناس يتلذوا هذو تلذوا في إيذاء الجماهير الجزائرية. سيب كان اللي عنده ولد، كان اللي عنده صاحبه وكيخوه، تصيبوا ولد عباس المدني ذاك اللي عادوا الجزائر الأول، مشي باباه، خلينا باباه مات، نهضروا على ولده هذاك، كان اللي حبيبه وخوه صاحبه وتابع له ومنهج واحد ومن أنت هذا، أنتوما هذا أنتوما كي غادي يبغوا الجزائر، ما يبغوش الجزائر هذو، يبغوش الجزائر. يتلذوا في اذاء الجماهير الجزائريه بكل طرق. كاين نقول لكم نعاودها لكم يا جماعه، ربي راه شاهد واش راني نهضر، وهذه اللي نهضرها انا مانيش غلط فيها ثاني يا جماعه، مانيش غلط فيها. انا نقول لكم باللي هذه كاس افريقيا، نهار اللي قلت لكم كاس افريقيا اصبحت ناس استغلتها وردتها قنبله مؤقته، ونهار اللي قلت لكم باللي المنتخب الوطني راه في خطر وقعدنا نهضروا وقعدنا ننبهوا، ناس خرجوا لك كانوا دايرين باللي نحن اعداء المنتخب الوطني الجزائري. يعني مهما كانت انا نشوف كيما هكا، كاين اللي قال لك هاو عيط للعريبي، العريبي عيط للعريبي، عيط له غادي يكون تيتيلر ما يكونش تيتيلر، ها غادي كيعاود يولي ديلور هذاك ما يزيدش يعيط له. واه صح، انتوما انت راك بتسهلها لي، انت بتسهلها لي، وعلى ما يجيبش واحد كيما ديلور، ولا على ما يجيبش قندوسي، على راهو قندوسي راهو حيلعب، علاش ما تجيبهش؟ ولا ما عندوش ماناجير تابع المنتخب الوطني الجزائري، لازم يكون ماناجير تاعو، ولازم يكون لازم باش يكون في المنتخب الوطني لازم يعطي مبدئيا باش يروح للوكاله تاع اللي في قطر، وكاله تاع ماناجير في قطر ولا في باري، كيما ذا العريبي يكون اعطى مبدئيا للوكاله تاع قطر مش تاع باري مبدئيا. هذه هي ناس تخدم مصالح تاعها، حتى في القائمه اللي تندير مصالح ناس تخدم على روحها مصالح. خلينا بمحرز وخلينا بالناصر، هذوك ما يطيقوش يتوشوهم، ما يطيقوش يقولوا لهم، كاين ناس وخد اخرين. كارثه مستقبل المنتخب، لم اراه اسوأ واسود حتى في ايام ماجر مثل ما اراه حاليا، لان الزمن ماجر كنت مقتنع ان ايامه معدوده، خاطش علاه نهضروا نقولوا ماجر، لان ماجر كنت مقتنع ومتأكد بأن أيامه معدودة، أما هذا الزمن فأخشى أن يطول ويذيقنا مرارة الخيبات الجديدة في السنوات القريبة القادمة. تصوروا معي، كل منتخبات كأس العالم أعلنت عن قوائم منذ أيام وساعات، ومدربنا رفض الكشف عن آخر لحظة رغم أن الأمر يتعلق بوديتين فقط، والأسوأ من ذلك تظهر هذه القائمة التي جعلت البعض يعلق شكرا لك إيكافي. هذه نقولها ونعاودها، أنا نقولها
شكرا لك إيكابي، شكرا شكرا للكاميرون. كنا غادي كنا بالك نتبهدلو، مدرب مبلع على راسه كنا غادي نتبهدلو بكل طرق. كاميرون خاف منها، لعب لها بستة رولي، واحد في الوسط، ثلاثة قدام، مقيسة قدام، كيف غادي. عاد كنا ننتقدو في ماجر، كنا متأكدين بلي ماجر عنده وقت وغادي يروح، لكن هذا المرة ربما سيطول العذاب. منتخب وطني، نحن عشاق المنتخب الوطني. انا مانيش غير اليوم مناصر، انا مناصر، انا ما لعبت فيه، ما ديت منه اموال، ما خدمت مصالح التوعية، انا ما عندي حتى حاجه. انا لو شوا تاعي نبغي ليكيب ناسيونال، نعشق في المنتخب الوطني الجزائري، ما عندي حتى حاجه فيه، ما عندي حتى انتيري، ما عندي حتى انتيري فيه خويا. على ذيك ما يهمني تا واحد، تهمني مصلحة تاع منتخب، مصلحة تاعي اللي نبغيها أنا، نبغي ليكيب ناسيونال، نبغي اللعابة. علاه أنا السنغال باش فايتينا، توانسة، المغرب، الماليين، غانا، كاميرون، باش فايتينا هادوما يروحو يجيبو اللعابة وتاكلين اللعابة المستوى الأول. علاش لي زوروبيا يرسلو ولادهم، يرسلوهم يدربو، يعني يتعلمو في الأكاديميات الأوروبية. هيدرو تجيب كالي قالك لا، وجبنا قندق، جبنا العريبي. انا مانيش ضد العريبي، العريبي العريبي العريبي، انا على بالي كيف علاه جابوا العريبي. انا شيت ايش تيكوني بيا لا جابوا العريبي، انا عارف علاه جابوا العريبي. هتجيب لي حبه قيسه مهدي لاريس، ايا انا جبنا حبه، بصح حبه كي نفكروا حنايا دوك سبعه اللي جبتهم في جوام اين هما؟ ولا تقول لي حميش، حميش غادي يفايق مع غادي عاودي، ولا حميش صاري له انت نقول لك كي درت. شو حميش بن الاخر بالرحمه، وهذا العريبي بلعت بهم لا ليست، بلعت بهم لا ليست، بلعت بهم لا ليست. بالتالي كاع وغادي نكشف الامر تاع العريبي على جبته دروك على بالنا. غير جاتك عيب، ما كنت غادي تدي النص تاع ليكيب تاع بوكره، كنت غادي تجيبها تلعب عندك هاكا بالعاني في طوبو قرا، يخسر مع سوريا والكويت ومع السيراليون، خاطش غادي يلعب مع السيراليون في طوبو، يخسر مع السيراليون خاطش راك خايف بو قرا يربح السيراليون اللي انت ما طقش تربحها. ووصلونا مركاونا كسر خير الاربيت ما ريفيزال نتاعهم، السيراليون كنا غادي نخسروا ديك النقطة، ما كناش غادي نجيبوها. بالتالي كاع خويا خلي الناس هادو مهيشرين مازالو مأمنين، كان يقول لك خليه باش خليه يخدم، وين يخدم؟ وين هذه خدمة؟ هذه خدمة؟ هذه كاع ماشي خدمة، هذه كاع ماشي خدمة، هذه 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 اللي ربي راه داري وصايك، اللي راه يشوف فيها خدمة، هذه كاع ماشي خدمة خويا. أنا نقولها لكم ونعاود، هذا المدرب سوف يضيع الفريق الوطني. جالي من آجلا أم عاجلا، ويجب عليه المغادرة قبل فوات الأوان. انتوما تبغوا الصح، أنا نقول لكم الصح، خاطر هذا المدرب نهار اللي زاد، نهار اللي سمعنا قال لك، هو قال قال بين قعد، أنا الشعب كان لا الشعب لا والو، كالشعب الشعب لا يقول لك اقعد، الشعب لا يقول لك اقعد، ماشي انت راني نتهم فيك، بصح الشعب لا يقول لك اقعد. هذوك راحوا راحوا الحلف الناطو قالوا لهم ضربوا الجزائر، هذوك هما لهم يقول لك اقعد، هذوك عندهم حسابات، هذوك اعداء الجزائر يقولوا لهم عندك، هذوك عندهم حسابات. هذه ما التالي نقولها لك، هذوك لهم يكومونتو ويبارطاجو ويديروا واي 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 ومكثرين الزقاق، هذوك عندهم حسابات. هذوك صاري كيما يدعموا في ذاك المخنث ويدعموا ذاك تاع بسيط بينا يا ايطو بسيط بينا وكلش، هذوك عندهم حسابات. واحد عيط اش عملوا على عيط شو بيه على ما ديش القائمه، القائمه على ندير عليها انا، هذه هذه قائمه، دي قائمه كور يروحوا كوب دي موند نو تاع تاع قائمه، واه قائمه هذه، واه قائمه تاع اللي تاع زر، هذه قائمه هذه. المهم
بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله معكم دائما بجديد. واللي مشي ابوني يدخل ابوني معنا. ربي يحفظكم خالتي، صحيتو.